Bonjour Tessia, معكم مدام مها، je suis à la page 105, production écrite, unité 5. أنا بالوحدة الخامسة بالتعبير الكتابي، سويت تتمت التعبير الكتابي بالصفحة 105. كنا عم ناخد كيف نعمل نصائح، وقلنا أنه بستخدم دايما للنصائح أني أقول الفو للنصيحة، الفو يجب، ويجي جنب المصدر فورا، أو il ne faut pas، il ne faut pas، يجب ولا يجب. هل il لا تعود على أحد، هي كلياتنا يجب على الجميع يعني، زائد infinitive بس. بينما هذا فعل فالوار يجب، فعل يجب وما بيجي غير بالil، ما بيتصرف أبدا. بينما فعل devoir يجب على، هذا لأنه على يجب علي، عليك، عليه، عليها، علينا. إذن هذا بيتصرف je dois، tu dois، il doit بصيرته، nous devons، V-O-N-S، vous devez، E-Z، ils doivent، E-N-T. كتبته بالدرس السابق، هو في الصفحة السابقة. إذن هذا الفرق بيناتهم. كمان بيجي جنبهم انفينيتيف، هاد مثل هاد من ناحية الانفينيتيف، يعني ما في حرف جر، بس هاد لا يعود على أحد معين، على جميع الناس، هذا مخصص للأشخاص منفردا، كل واحد لحاله. ولما بقول كونسيي جو تو، هاي للنصائح، كونسي بياخد حرف جر دو، جو تو كونسي دو، ثم بيجي الانفينيتيف. هدول بدون حفظ بصم. maintenant exercice B، écris le conseil qui convient de à chaque situation. انا عن اكتب انه نصيحه، هون بدي اكتب كونسي، نصيحه مناسبه à chaque situation، لكل موقف. هون عندي 3 situation، 3 مواقف، مو مواقف للسيرفيس، 3 مواقف. بدي اعطي لكل موقف 3 حالات، يعني بدي اعطي لكل حاله اعطيها كونسي، نصيحه. عندي اول سيتياسيون، تون امي، صديقتك او صديقتك، ترافاي بوكو، عم تشتغل كثير، الي تري ستريسي، كثير متوتره. دون لوي ان كونسي، اعطيها نصيحه. دون لوي ان كونسي، شو النصيحه اللي خرج اعطيها لما بتكون عم تشتغل كثير وهي متوتره؟ انا بقول لها جو تو كونسي دو بروندر ان بو دو روبو، بنصحك تاخدي شويه استراحه، بنصحك تاخدي قسط من الراحه. جو تو كونسي دو بروندر ان بو دو روبو، je te conseille d'éviter le stress، بنصحك تتجنبي التوتر. طيب، ton voisin fume plus de 15 cigarettes par jour، جارك عم يدخن اكثر من 15 سيجاره بالنهار. qu'est-ce que tu lui dis، qu'est-ce que tu lui conseilles، شو بتنصحه؟ بقول له je te conseille d'arrêter de fumer، بنصحك تتوقف عن التدخين. je te conseille d'arrêter de fumer، أو بقول له tu dois prendre soin de ta santé، لازم تنتبه لصحتك. tu dois prendre soin de ta santé، يجب أن تنتبه لصحتك. troisième situation، ثالث موقف، ton ami ne se sent pas bien، صديقتك أو صديقتك لا تشعر أنها بخير، ما منيحة. شوف وجهها، شو بقول له؟ بقول له je te conseille de voir un médecin، بنصحك تشوف طبيب. je te conseille de voir un médecin، خليني نشوف شو أنا كتبت، وأنتو كمان رح تكتبوا نفس الشيء. je te conseille، بنصحك، de prendre، de زائد مصدر لأنه conseiller، بنصحك تاخدي
un peu de repos, قليل من الراحة, et d'éviter le stress, وتتجنبي التوتر. هون الجارنا اللي بدخن, je te conseille, بنصحك, d'arrêter de fumer, بطل تدخين, توقف عن التدخين. Tu dois prendre, لازم تاخد, soin, تنتبه, prendre soin, كل تركيب واحد يعني, أعطى أهم انتباه أولى انتباهه de ta santé, prendre soin de ta santé, prendre soin de, يعني اهتم بي, اعتنى بي صحتك. Je te conseille de voir un médecin, بنصحك تشوف طبيب. انتبهنا conseiller أخذ دو, أنا عدتهم كتير لحتى تنتبهوا لاستخدامهم مع المصدر. On revient à l'exercice C. Tamrin C. Rédige un article dans le journal mural de ton école où tu proposes des conseils adressés aux fanatiques des fast-food pour les aider à vivre sain. اكتب مقالة dans le journal mural, في جريدة الحائط de ton école, في مدرستك, où tu proposes, اقترح فيها, des conseils, نصائح, adressées, توجهها, aux fanatiques, des fast food, اللي كتير بحبوا متعلقين بالوجبات السريعة, طبعا لأنه هي ضارة, بس ما مردوا مناكلة, pour les aider, لتساعدهم, à vivre sain, يعيشوا حياة صحية. إذا أنا بدي أكتب بمقالة لازم أنا أسلم عليهم, يعني أقول لهم شيخ زميل, لأنهم أصدقائي, أنا أتوجه له طبعا هن من المدرسة, إذا هن أصدقائي, وتحت لازم أكتب اسمي, مو بس بعد لهم واحد اثنين ثلاثة, لا أنا لازم إني أبدأ الأختيكل, أعطي جملة أوضح فيها, وبعدها من خلال الأختيكل, من خلال الموضوع, بنزل النصائح. قبل ما أنتقل للموضوع خلينا نشوف ميزوتي, وسائلي اللي أنا صارت بيدي اللي تساعدني على كتابة الموضوع. شو عندي مفردات, شو هن المخزوني من المفردات؟ عندي دي فيرب أفعال, دي نو أسماء, دي أدجكتيف صفات, دي إكسبريسيون تعابير, كلهم بقدر بستخدمهم مو للحفظ البصم, للاستخدام والفهم. دي فيرب أفعال, adopté, تبنى, اتخذ, éviter, تجنب, profiter, استفاد, boire, شرب, dormir, نام, consulter, استشارة, consulter un médecin, استشارة طبيبا, راجع, conseiller, نصح, كلهم بالانفينيتيف, بالمصدر, كلهم بدون تصريف. Des noms, asma, une alimentation, terzié, une hygiène, nazafé sahayé, des habitudes, adat, des habitudes alimentaires, adat, rizaïe, des activités, tarfou, nashatat, des adjectifs, sifat, équilibré, mutawazin, physique, jasadi. سان صحي, مانجي سان, كل طعام صحي, فيفر سان, عيش حياة صحية. أما الإكسبرسيون تعابير, un mode de vie, نمط حياة, اسلوب حياة, un esprit سان, العقل السليم, عقل سليم, un esprit سان, dans un corps سان, في جسم سليم, dans un corps سان, العقل السليم, تعرفوا هاي النصيحة, العقل السليم في جسم سليم, un esprit sain dans un corps sain. هلأ نشوف الموضوع أنا شو كتبت. voilà, chers amis, une alimentation équilibrée permet d'être en bonne santé. Et tous les médecins conseillent d'éviter les plats gras,
comme les fast-food et les sucreries pour vivre sain. Je vous conseille, mes amis, de manger beaucoup de fruits et de légumes, de boire plus d'eau, de surveiller votre poids, de dormir bien, et vous serez en bonne santé. Rami. C'est un article, هذه مقالة. ما عديت نصائح تعداد أدخلتم أدرجتم من ضمن الموضوع. سألت أصدقائي الأعزاء التغذية المتوازنة تسمح بأن نكون بصحة جيدة. مهدت لهم للموضوع وكل الأطباء ينصحون بتجنب الأطباق الدسمة كالوجبات السريعة والحلويات لكي نعيش بصحة جيدة. أنصحكم هلا بقى بدون نصائح. أنصحكم أصدقائي de manger beaucoup de fruits et de légumes. بنصحكم أنكم تاكلوا كتير فواكه وخضار. De boire plus d'eau. تشربوا مي كتير. De surveiller votre poids. تراقبوا وزنكم. De dormir bien, وتناموا منيح. Et vous serez وبتصيروا en bonne santé, بصحة جيدة. وكمان هون الأطباء نصحت d'éviter les plats gras. هاي 5. Voilà 5 conseils. هاي 5 نصائح عطيتهم لأصدقائي وبنفس الوقت عملتوا أرتيكل. D'accord? بعيدوا. Chers amis, une alimentation équilibrée permet d'être en bonne santé. Et tous les médecins conseillent d'éviter les plats gras, comme les fast-food et les sucreries, pour vivre sain. Je vous conseille, mes amis, de manger beaucoup de fruits et de légumes, de boire plus d'eau, de surveiller votre poids, de dormir bien, et vous serez en bonne santé. رامي وبتمنى انه كلكم تكونوا بصحة جيدة وتتبعوا نصائح صحية vivre sain. J'ai fini la page 105. كانت معكم مدام مهبتلكم. Au revoir. À la prochaine fois. Bye bye.